بنبتدي دايما اخبارنا باهم الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في الجرايد. مجلة الأهلي: حمد لله على السلامة يا بيبو، لا وقت للراحة، رئيس الأهلي يجتمع فور وصوله مع عبد الحفيظ لحسم ملف الكرة. الجمهورية: مؤمن أهلاوي حتى 2021، الخطيب يناقش فيجو ويدرس موقف غالي. الأخبار المساء: الأهلي ينتظر التصحيح، الخطيب يحسم ملفات الكرة، ووحيد والشحات يقتربان. الوفد: الأهلي يعيد ترتيب الأوراق. المساء: دياز يتمسك بنجله في جهاز الأهلي، تأجيل اجتماع الخطيب وعبد الحفيظ لحسم هيكلة الكرة. اليوم السابع: الأهلي يفاضل بين جوزي ودي صبر. مجلة الأهلي: الأهلي يتعاقد مع موهبة فلسطين، استلمي وقعت على بياض لأني أحلم بارتداء الفانيلا الحمراء منذ الصغر. الأهرام: علاء ميهوب يكشف تفاصيل انضمام السلمي للأهلي، مشجع فلسطيني ورأس صف لاعب يملك مهارات وقدرات بدنية رائعة. مجلة الأهلي: صالح جمعة يتحدث بنبرة تحمل الصدق ويعترف: نعم أخطأت، وامنحوني فرصة أخيرة وحاسبوني، الأهلي يستحق مني كل التضحيات، ومشتاق جدا لمجيلة التتش، حق جماهير الأهلي فوق راسي وثقتهم مسؤولية كبيرة.